انا عندك 3 دقايق لو حابب تضيف حاجه تاني، يعني اقدر اديك 3 دقايق. طيب. لو حابب حضرتك تضيف اي حاجه. اتكلم في شركه نادي الزمالك للاستثمار الرياضي. كل اتكلم على شركه نادي الزمالك للاستثمار الرياضي ولا بس انا هعمل لك سبوت 3 دقايق عشان ايه؟ اتفضل اتفضل معاك. شركه نادي الزمالك للاستثمار الرياضي. كل اتكلم على شركه نادي الزمالك للاستثمار الرياضي. طب هتمول ازاي؟ انا ممكن يوميا اسس لك 40 شركه فيها الاستثمار، 40 شركه على الورق. لكن قبل ما انا افكر اقول ان انا شركه لازم اقول همولها منين. نعمل دراسه كامله بالظبط. لان عندنا التمويل يسبق الاستثمار. انا راح استثمر بالشركه دي في الانشطه الرياضيه. طيب هتمول ازاي؟ كل اللي اتكلم يقول لك هطرح في البورصه. ماشي. اما رئيس قايمه او امين صندوق مش هقول اسماء يقول لك هطرح في البورصه. تطرح في البورصه ازاي؟ اما انت لسه هتاسس. قانون هيئة سوق المال بيقول لك تطرح في البورصه بعد مرور 3 سنوات. يبقى انت التأسيس. يبقى انت ما عندكش فكره اساسا تمويلي. احنا عندنا حاجتين عشان نمول. عشان نمول صح في نظام اللي هو الفينشر كابيتال، شركات راس المال المخاطر، ودي شركات موجوده. وانا تواصلت مع شركه، هي شركه في دبي، شركه اكس، وانا هبعت لحضرتك برضو التواصل بيها والعقد اللي اتكتب. شركه اكس، شركه راس المال المخاطر، هي شركه سويسريه موجوده في دبي. الناس وافقوا نادي الزمالك هيخش ب 30 فدان في اكتوبر حصه عينيه. يبقى انا دخلت نادي الزمالك دلوقتي ايه بالحصه الاكبر. 30 فدان قيمناهم، عملنا لهم تقييم بحوالي 100 مليار و510 مليون، يعني 1,510,000,000. هو هيجي يضخ 30 مليون دولار. 30 مليون دولار يعني عاملين في حدود مليار، يعني هو هيدخل معانا بنسبه حوالي 30%. شركات الفينشر كابيتال دي من طبعها انها شركه راس مال مخاطر، بيخش في تاسيس الشركات، وما ان الشركه دي تقف على رجليها بياخدوا الشير بتاعهم مقابل الشير وبيطلعوا وبيسيبوا لك الشركه كامله ملكيتها ليك. يبقى انا دلوقتي هو دخل معايا ساعدني بالسيوله في البدايه وبمكسبه، بيخرج بمكسبه، بيخرج بمكسبه، واكون انا حققت ايراداته ومكسب، وبالتالي الملكيه كلها على اصل اتنين. وعندك محدش شاركني، ما اجيبش حد بالبي او تي خالص. تمام. جبت. فدي دي طريقه. فالفينشر كابيتال والناس دولت قالوا عشان خاطر نشتغل عاوزين نشتغل استثمار رياضي صح. جبت شركه ثانيه وجبت برضه 3 وانا كنت مقدم بيهم طلب للكابتن استاذ عماد البناني وبرضه رفض يقابلهم. واحد برتغالي ومعروف جدا جدا. 2 واحد روسي كان في الفيفا ومعروف جدا جدا جدا. وواحد صيني. 3 دول معاهم شركه تسويق رياضي ضخمه جدا شغاله في 5 دول، شغاله في فرنسا، في البرازيل، في اسبانيا، كوريا الجنوبيه، بلد ده مش متذكره، مش شغاله في 5 دول. الناس دول عاوزين يفتحوا فرع في الشرق الاوسط، وهم اللي وضعوا خطه تطوير قطاع الناشئين في المملكه العربيه السعوديه. يعني الناس دولت بالشركه دي حطوا خطوه تطوير قطاع الناشئين في المملكه العربيه السعوديه، وانا كنت مشرف على الجانب المالي وانا ترجمت الجانب الفني في المالي. فقلت لهم هم عاوزين يفتحوا في الشرق الاوسط. فقلت لهم وعاوزين يخلوا المقر ليهم مقر تأهيلي في أحد الدول يجذبوا العناصر والمواهب من أفريقيا ومن شمال أفريقيا. فأنت بتعتبر المقر ده هو مصر بخلال نادي الزمالك. نادي الزمالك هيلتقطوا المواهب. يبقى دي في رؤيتك. نعم. للموضوع ده. نعم. لموضوع الشركة اللي هي استثمارية اللي خاصة بالنشاط الرياضي ككل. ككل ولا جميع الألعاب. من هنا أنت عشان كده في الأول قلت لي أنا عندي فكرة كيف أجلب إيرادات للنشاط الرياضي. نعم. من خلال هذه الشركة. الشركة دي حضرتك هتلتقط المواهب من أفريقيا وشمال أفريقيا، تأهلهم في نادي الزمالك رياضيا وطبيا. هل حاطط يعني أرقام للإيرادات متوقعها؟ هم اللي حاطين دراسة الجدوى وأنا شاركت معهم في الجانب المالي. هم أولا هيضخوا إلى جانب ال 30 مليار بتوع إيدكس، هم معاهم 50 مليار تانية هيضخوا في السيستم بتاعهم. هم بيستخدموا على البيج داتا والداتا أناليس زي التقييم الإلكتروني اللي هو مستخدم في الدول المحترمة، إن كل لاعب يقيم مهاراته على حسب من بدون اي تدخل خالص. تمام. بشري. فهم حاطين رؤيتهم الماليه انت ترجمتها لهم، هي استثماراتهم طبعا. هم ما شركه هتحط 30 وهتحط 50 يعني 80 مليون دولار، يعني عاملين في حدود 2 مليار و400 في استثمار رياضي. فهم عارفين نفسهم العائد بتاعهم ايه، هم فقط هياخدوا 10% مقابل المنظومه دي كلها، هياخدوا 10% ونادي الزمالك هياخد 90%. يبقى هو هيشغل لك القطاع الناشئين، هيشغل لك الانشطه الرياضيه في جميع المستويات. طبعا. وهيديك كمان ربح من النشاط. اوكي. احنا الوقت ده هامنا جدا. انا وانت واضح ان انت دارس كويس الموضوعات. نعم. ويعني وفي استرسالك بتحاول ان انت توصل الكلام بمعلومات مبسطه. انا هقدر اسيب لك دقيقه كمان او دقيقه ونص ماكسيمم توجه كلمه
للجمالة مومية من محمد قدري مرشح أمانة الصندوق. الكاميرا بتاعت حضرتك اهي. قول لهم او انت شوف انت عايز تقول لهم ايه دون تدخل مني. اتفضل. طبعا السادة أعضاء الجمعية العمومية، يعني إني أرجوكم يعني المرة دي غير كل مرة، نادي الزمالك توصل لدرجة من الترهل إداري ومالي صعبة جدا. فبعد إذنكم يعني في برامج انتخابية، شوفوا البرنامج ليه آلية تطبيق، شوف البرنامج ليه مدى زمني، شوف البرنامج ليه مصادر تمويل واضحة. لقيت برنامج انتخابي محترم، يعني حاول تخلي صوتك أمانة، خلي تحاول صوتك بإخلاص الكيان. والله لو كل واحد حط صوته بعد يعني ده أمانة قدام ربنا، فاتعب نفسك عشان خاطر ما تكونش من ضيعين الأمانة. ففي برامج انتخابية، اللي عنده كل واحد عنده برنامج انتخابي، وفي ناس ما عندهاش. اللي ما عندوش برنامج انتخابي لا يستحق أن يكون عضو مجلس إدارة، لأنه ما عندوش رؤية. ده جاي للوجاهة، جاي أنه هو عاوز يبقى عضو مجلس إدارة. اللي عنده برامج انتخابي اتعب نفسك واقرأ البرامج الانتخابية، شوف أيهما أقرب للواقعية، شوف أيهما أصدق، ويدي صوتك. ونتمنى التوفيق لنادينا. أنا محمد قدري، مدرس التمويل والاستثمار المساعد بكلية التجارة جامعة الأزهر، رقم 5، مقعد أمانة الصندوق. شكرا لحضرتكم جميعا. أستاذ محمد قدري راشد، أنا بشكرك جدا وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله، وتجربة إن شاء الله تبقى مثمرة بالنسبة لك. ربنا يبارك معاك يا فندم، وأنا سعيد الله. جدا، وكان نفسي الوقت يطول مع حضرتك أكتر من كده، لكن أنا مستمتع جدا بكل دقيقة قضيتها مع حضرتك. الله يخليك يا أستاذ محمد. ربنا يبارك معاك. كان معنا السيد محمد قدري راشد، مرشح أمانة الصندوق في نادي الزمالك. احنا كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. بكرة إن شاء الله في تمام 11 مساء إذا كان للعمر مشيئة، لحلقة جديدة من بوكس تو بوكس. إلى اللقاء.